والله انا دكتور حسن زي ما قلت لك انا ماني من الناس المتفائله بدون سبب، انا متشائم بالفطره لحد ما القى شيء يخالف تشاؤمي هذا. فاحنا لما بدانا المشروع وضعناه على بندين او على حزمتين، حزمه تشخيصيه تحويليه متابعيه في المركز العام، وحزمه تشخيصيه علاجيه متابعيه. التشخيصيه التحويليه نحاول نختصر كل الزيارات في زياره واحده فقط للتخصص، انه نشخص المريض احنا والمستشفى العام عن طريق العياده المشتركه، نضع الخطه العلاجيه، وبعدين يحولونه لي انا في التخصصي او لجراحه حضانه اطفال، يصدر ملف رقم ملفه بالتخصصي، بعدين ما يجي هو للعياده لان تم تشخيصه ردي، يجي لموعد الجراحه فقط، تسوى له العمليه ويرجع، ولا عاد يرجع للرياض نهائيا، تغيير الجبس ومتابعاته كلها في العياده المشتركه. وهم المستهدف لما تسال المريض يقول لك يا اخي تنتظر سنتين ولا تجيني يوم تسوي عمليه بس انك ترجع، يقول لك والله بسوي انا بجيك اليوم ولا انتظر سنتين. فهذه كانت الباقه الاولى، وهذه الباقه الاولى يعني كنت اتوقع انها هي اللي راح تعمل في كل الاماكن، لانه ما كنت اظن انه الامكانيات الجراحيه والامكانيات التخديريه بالمستوى هذا وزاره الصحه صراحه، يعني من واقع شكوى زملاء وكذا يعني. الحزمه الثانيه كانت العلاجيه الجراحيه، انه احنا نفعل العياده المشتركه، نشخص الحالات، ثم نضع جدول للعمليات في المستشفى العام. هذه طبعا تستهدف انه خلال سنتين او ثلاث سنوات الخبرات الجراحيه الموجوده في المركز تكتسب المهاره، ثم يستقل المركز بالكامل كمركز علاجي لكل العلاجي. عكس حنا زي ما ذكرت، حنا انا وزملائي داعمين المشروع هذا. نعم. ولا نقول جزاك الله خير. الله يجزاك. يعني اي شيء يخف على مرضانا هو هدفنا، واحنا ما نداوم كل يوم الا لاجل هذا الهدف. اي شيء نفسكم حاضر في المركز. ما في قصه.